مرزوق الغانم يقول سينتهي دور الانعقاد الحالي خلال شهر رمضان المبارك، ومن الصعب عقد جلسات ليلية للالتزامات والواجبات في هذا الشهر. مثل ما انت عارف هناك بعض الاشتراطات مرور فترة الثمان اشهر، وبالتالي الجلسة الختامية، ما اتكلم عن الجلسة الختامية، لا يمكن ان تكون قبل يوم، احنا افتتاحنا كان 27/10 صح؟ لا يمكن ان تكون قبل يوم 28/6 الجلسة الختامية. قد تنتهي الجلسات العادية قبلها بفترة ومن ثم نحضر ل الجلسة الختامية، إنما يعني الاشتراطات التي تقيدنا أيضا موضوع الانتهاء من الميزانيات، وأنا بانتظار الأخ رئيس لجنة الميزانيات بأن يعرض علي الجدول المقترح من اللجنة لمناقشة الميزانيات في المجلس، ولكني أتوقع بأنه يكون خلال شهر رمضان، يعني راح تكون في جلسات وحنا صيام جميعا إن شاء الله. خبر